تعتبر مؤسسة استل الزيان في بيت لحم بفلسطين من المؤسسات الرائدة في تعليم وتدريب الشبان الأيتام والكادحين على الصناعات الحرفية، وقد عمل على تأسيسها القديس دون بوسكو عام 1891، ويتبعها مركز تدريب مهني ومدرسة تعليمية. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. مدرسة السليزيان الصناعية ومركز التدريب المهني، تاريخ أصالة وعراقة، حيث انطلقت المؤسسة عام 1891 بتصاعد علمي تقني مستمر، سعياً للأفضل نحو عصر التكنولوجيا الإلكترونية. والفضل يعود للقديس دون بوسكو الذي جمع المشردين والأيتام والكادحين من الصغار والشبان، ولأجلهم أسس جماعة السليزيان، وهم أعوانه وأتباعه مكرسون لخدمة الشباب. مدرسة السليزيان دون بوسكو هي أحد المؤسسات التعليمية العريقة في بيت لحم، وتعتبر إحدى أقدم المؤسسات التعليمية في المحافظة. تأسست 1863. مدرسة دون بوسكو تطورت من ميتم صغير كان الهدف منه رعاية الأيتام والفقراء في منطقة بيت لحم، وتعليمهم صنعاء أنه يعتاشوا منها ويحموهم من الفقر والجوع، إلى مدرسة كبيرة فيها عدة تخصصات وبتستقبل الطلاب من كافة المحافظات القريبة من بيت لحم، بشكل رئيسي من محافظة الخليل ومحافظة القدس. بيجينا الطلاب من جميع مدن وقرى المحافظات المذكورة وبيسجلوا في مدرسة السليزيان. مدرسة السليزيان عبارة عن مدرسة ثانوية فيها من الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر، وفيها عدة تخصصات صناعية، في دورات كمان هذه بياخدوها الطلاب الغير راغبين في الدراسة الأكاديمية. مدرسة السليزيان هي جزء من مؤسسة كبيرة، المؤسسة اجتماعية دينية شبابية فيها عدة نشاطات، في كشافة لمؤسسة السليزيان، والكشافة هي اللي بلشت بالعزف النحاسي في منطقة بيت لحم. كذلك في المصلى، المصلى هو عبارة عن مكان للشباب بيجوا عليه والأطفال الصغار حتى أنهم يقضوا وقت ممتع ومسيطر عليه ضمن شروط تربوية كتير محببة للأهالي. بالنهاية بحب أشكر محطة نور سات على اهتمامها بالمؤسسات المسيحية في الأردن وفلسطين وفي الشرق الأوسط، وبعتبر تغطيتهم لمدرسة السليزيان مساهمة كبيرة جدا في الترويج للمدرسة اللي بتقدم خدماتها للجميع، جميع المواطنين بدون أي استثناء. هذه المؤسسة بلشت سنة 1963، وكان لفترة طويلة ما يتم لمساعدة الأولاد والشباب اللي كما كانش عنده أهل في ذلك الفترة. إحنا كنا في فترة كتير صعبة زمان الإمبراطورية العثمانية، لذلك المسيحية خاصة في منطقة بيت لحم كانوا عايشين في صعوبات مخيفة. تدريجياً أدي الميتم تحول لمدرسة صناعية. السليزيان وصلوا إلى بيت لحم سنة 1991 واستلموا من أبونا أنطون بلوني أدي المؤسسة وكملوا فيه مهما يكون الصعوبات في زمان تركيا وكمان زمان نحكي الامتداد البريطاني اللي استمر من سنة 1918 ل 1948. بعد 48 المدرسة كملت مسيرها في زمن الأردن مدرسة صناعية، وتطور لليوم لمدرسة صناعية معترفة من وزارة التربية والتعليم الفلسطيني. تستقبل اليوم المدرسة طلاب من جميع أنحاء فلسطين في تخصصات مختلفة كمدرسة صناعية، كل واحد بمساعدة الشباب وشبابنا في أراضي فلسطين. وفي هذه المدرسة التي تهدف لتأهيل الطالب للمستقبل
والتي توفر له جواً تربوياً مناسباً من الصف العاشر حتى نهاية الثانوية العامة، لتكتمل شخصية الطالب من ناحية فكرية وروحية وجسدية، كما وتفتح أمامه أوسع مجالات التخصص في المعاهد العليا، وتجعله قادراً على العمل بمهارة في مجال تخصصه. فالتخصصات عديدة، منها الخراطة والكهرباء والإلكترونيات الصناعية والأوتوترونيكس وصناعات متعددة أخرى وكثيرة على يد أساتذة قديرين. وتحتوي هذه المؤسسة على مخبز هو الأعرق في المدينة، والذي يطلق عليه خبز دير السليزيان المعروف في المنطقة. وتعد هذه المؤسسة هي الأولى والقديمة والعريقة لتعليم الصناعة، وهي تجسيد وحملاً لراية رائد التربية القديس دون بوسكو لمساعدة النشء ليكونوا رواداً وإخوة للأبد بلا حدود دون تفرقة أو تمييز، تجمعهم الأخلاق الحميدة التي هي عماد المجتمعات الصالحة. بدرس صيانة السليزيان الصناعية، موضوع بيت لحم. جينا على الهندسة الصناعية إن فيها الفروع الصناعية أفضل. أنا متخصص أوتوترونكس، بعتم على الميكانيكا والكهرباء والسيارات والكمبيوتر والسيارات. بنشتغل على كمبيوتر اللي بيعتمد على نظام الأنظمة الحديثة، بنشتغل عن طريق الكمبيوتر فيها. وأن أنظمة تبعت السيارات الجديدة هاي بدها بس كمبيوترات حديثة وشغل حديث. صحيح، هذا التخصص الأوتوترونكس هو تخصص مطلوب جدا في السوق، خصوصا أنه تكنولوجيا السيارات اليوم حديثة جدا وتحتوي على إلكترونيات عالية، وبالتالي لابد من تخريج طلاب قادرين على التعامل مع هذه الأنظمة الموجودة في السوق. لذلك تم استحداث هذا التخصص من فترة 8 سنوات في هاي المدرسة بهدف التماشي مع السوق المحلي. درست في مدرسة السليزيان الصناعية دون بوسكو، وحاليا أنا مدرب ومدرس في هاي المدرسة في مهنة الخراطة والتسوية. مهنة الخراطة والتسوية مهنة جدا مطلوبة في سوق العمل الفلسطيني، مهنة ما بتموت. عندنا الطالب بدرس تشكيل المعادن من حيث المخرطة والفريزة، بيكون قادر على تشكيل وتشغيل قطع تلفت في ماكينات تانية، أو بيكون عنده المقدرة على تصنيع آلة كاملة متكاملة من الألف للياء. عندنا الطالب هوني بدرس الناحية العملية والعلمية والرسم الصناعي اللي هو بيكملوا بعض في مهنة الخراطة والتسوية. للنورسات مارلين الحدوة من مؤسسة السليزيان الصناعية بيت لحم.